السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. ناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. غادي نردوا على الذباب تاع الزطيوش ونركزوا وراب مركزين، وكما نهار اللي هدرها وفضحها هذاك فضحهم، هذاك فضح كمال مهوي مي قال لهم الاعضاء اللي مع زتشي ما يخدموش. صح، الاعضاء اللي مع زتشي ما يخدموش. حنايا الذباب تاع الزطيوش يركز على ذهاب مدان كشرط لكي يبقى بالماضي. يودي حنا نقول لكم باللي بالماضي راه يقول لكم تروحوا نتوما كاع كاع تاع الاتحاديه، تروحوا كي مدان كي الزطيوش كي الذبان تاعو باش يكون. ونعطيكم من خبر رسمي، بالماضي يريد الاستقالة، جمال بالماضي يقسم أنه سيستقيل إن بقي زتشي والشياطين تاوعو، خاصة وين معروفين هاد الناس في قضايا فساد واستعمال استعمال المحبات في اتحادية الملكية الخاصة وإهدار أموال الشعب الجزائري. وين شلنا 132 مليار اداها غادي يديها الكراس، وين جا وين زتشي قاعد يقارع الرجال هو كلا الدراهم، وقاعد الرجال كي جابت له لاكوب قاعد يقارع على الدراهم كي يدخلوا يخلص فانيك زتشي، يعطي الدراهم لزطيوش يعطي الدراهم الكراس اللي باقيه 85 مليار. كانت 132 مليار عطاوه لا صومب، بقات لا صومب تاع 85 مليار اللي هو متهم معاه، هو غير ربي اللي عارف كيفاش متهم معاه، متهم معاه في الكونطرا، متهم معاه. عاود حيا الخاتش عليه بابا الكاراس كمينيست في وقت ما في اسبانيا، وين الشركه تاعو طاحت في افلاس، وين الوزين تاعو تبلع، اللي عاود فتحه له شكون زتشي نهار مي راح مع الكاراس مع طاب طاب الكاراس. علاه نقولوا بلي هاد الناس لازم يروحوا، هاد الناس لازم يروحوا. وكي يشوفوا برناوي يدافع على زتشي، شت انا ناس شتو قال لك يا ودي برناوي جاب بعد دخول العصابه للسجن. يا ودي برناوي جابه حداد والهادي والدعلي حطوه في رئيس اتحاديه تاع المبارزه تاع السيوفه هذيك، ومن بعد من بعد من بعد قلعوه وداره داره من الاخر تاعه سكرير جنرال عام تاعه في ماك في في الوزاره الشبيبه والرياضه، ومن بعد داروه وزير الشبيبه والرياضه بدون مستوى، بدون اي تكوين، ما عندوش مستوى تاع التسيير، ما عندوش. راحوا جابوه حطوه، يعني الناس هذا الزبال اللي راه يهدر برحمه الوالدين، رحمه. شوفوا كمال مهوي وين راه اليوم، شوفوا كمال مهوي وين راه اليوم، شوفوا الناس وين راهي اللي كانت تدافع على زتشي وين راهي اليوم. راهم كل واحد راه وينشنا كيفاش فريق. ما ننساوش وين جا وين محرز عطى تلميح على بالنا بلي الناس اللي راهم الذباب هذا يقول لك بلي رانا جايبين يقيسوا على بالك محاسبيننا كلي حوت يصيدونا. هذا الاتحاديه حسب الشعب غبي ولا انصار اغبياء، والانصار بينوا في مصر بلي ماهمش اغبياء وما يطيحوش في طريق تاع المرتزقه. ناس مرتزقه اللي قال لك بلي لازم تعايروا، لازم تربدوا لافتات، لازم الشعب الجزائري راه بين بلي نتوما كلاب نابحه تاع اسرائيليين تاع الماسونيه تاع العملاء لفرنسا، عملاء كنتو حتى عملاء للعصابه اللي راهي في الحبس. نتوما كنتو عملاء، نتوما اللي كنتو تنبحوا على الجزائر ليلا نهارا، كنتو عملاء للعصابه. ورانا نشوفوا فيكم كيفاش راكم تضربوا في المؤسسه العسكريه ديريكت، تضربوا في المؤسسه العسكريه ديريكت. ما يعني انتم كنتوا عملاء لهذه العصابه اللي في الحبس، اللي في الحراش، باش يكون على بالكم شكاين الشعب. انتم حاقدين على الشعب، انتم حاقدين على الشعب. على حاقدين على الشعب، الشعب خالف كاع التوقعات تاعكم. الشعب دوموندا بالناس تدخل الحبس بمعاقبه ناس باش يدخلوا الحبس.
وانتوما شادين تضرب كنكون طايحين المؤسسه العسكريه اللي ما غاديش تهزوها كاع، ما تهزولهاش كاع الروم، ما تقرضوهولهاش ان شاء الله بربي. خاش جيش شعبي وطني جزائري، جيش من الشعب والشعب من الجيش. حنايا حنا كيما يقولك دار كامله خاوه كاع، كاع جنود احتياطي، كاع جنود احتياطي، قالوا حاجه ولا يعيطوا لك بالخط. حنا كاع حنايا سبعه خاوه كاع 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 احتياطيين، كاع فوتي لارمي كاع احتياطيين، شاكم حاسبين باش يكون على بالكم برك. جايين 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 باش يقصروا لنا سته في سبعه، راكم تقيسوا لنا في الصناره وتقيسوا تقيسوا وتشوفوا السونداج. بنجيبوا عنتر يحيى، عنتر يحيى ما يخدمش مع العصابه، عنتر يحيى اصلا ما يخدمش مع العصابه، كيما بوكره قالوا راه تخدم، قالوا لا ما نخدمش مع الخنز، ما نخدمش مع الخنز، وين تفوح الريحه نبغي نخدم في النقاوه. عنتر يحيى يبغي نقاوه، هيا غادي تجيبوا عنتر يحيى، غادي تجيبوا عنتر يحيى، غادي يجي. هيا زدت شي، شنو غادي دير؟ شنو غادي دير؟ شكاين شكاين على بيت تجيب عنتر يحيى باش تسكت الشعب؟ ما غاديش يسكتولك، ما غاديش يسكتولك. جبت جمال بالماضي وما سكتناش عليك، وقفنا مع جمال بالماضي بصح ما وقفناش معك تايا. انا على بالي كيفاش راك تخدم، راك الذباب، هذا الذباب راه ملصق راح بقاء جمال بالماضي بذهب، بيتضحوا بحاكم الدين. يقسم منكم قال لكم من ما دام زتي ما نوليش، روحوا سقسوا شوفوا شو شو الصحافه النزيهه، روحوا سقسوا مصطفى بيرف على بالو شكاين، من عطاه الرابور تاعو جمال بالماضي، مين حط الرابور عطاه المصطفى بيرف، مصطفى بيرف خلع عاود طبقها، قال لهم غير جروا على روحكم. مصطفى بيرف هو اللي قال لهم، قال زاتشي قال له غير جري على روحك، قال له دايرك انت اللي ميرو ا باش تروح، غير جري على روحك. قال له الملف غادي نعطيه غادي نمده، يا لازم تفيقوا ودي، هذا ما طاوش، هذا التصاوير ما تصورش مع ليكيب ناسيونال زاتشي هذا. ومن بعد تجيب الذباب تاعو يضرب كوش دروات، هما ما غاديش يحبسوا، باين نجيبوا فلان غادي نجيبوا فلان. وانا نعطيكم حاجه، جاب زتشي اتصل بربو حداد، ربو حداد اللي راه برا ماشي علي اللي راه في الحبس، اتصل به، اتصلوا برونار قالوا له وجد روحك نشوفه، يلعب حتى اخر دقيقه ما يملوش هذو، يلعب حتى اخر دقيقه، اخر دقيقه وليت تحسبوا بلي هو راه خايف، عارف الايام تاعو معدوده بصح يقول لك نلعب التاليه، نلعب تال التاليه. شلنا كيفاش ديك خطره واقف مور برناوي دار يديه موراه، ما بانش كاع تجابه برناوي، تا برناوي عيطوا له قالوا له حط كرعيك في الماء يبردو، حط كرعيك في الماء يبردو. وراي كاينه في راي كاينه في الفيسبوك نعاودها لكم، كاين حمار واقف داير الظل وجا كلب رقد عند الظل تاعه، سمحوا لنا يعني الذباب تاع الزطيوش راه يلعب في اخر لحظات تاعو. اما للشعب الجزائري ما تبقاوش تمشيو معاهم، حرزوا روحكم، حنا ماذا بينا حك. بصح انا يجي جمب يجي عن طريق يجي في اجواء مريحه يخدم خدمته، يخدم خدمته، مش يجي يسيب التعفن قدامه كي يخدم، قلنا كي يخدم يجي حاكم الدين راح للسفاره تاع كسموها السفاره تاع طوغو، راح يدور تصور مع وحده في الماك، بقي لها راح شاف اوتيل، قال لها من بعد نولو قال لها نتصوروا، بعد نسلت تصاور في الفيسبوك باللي راه شاف لوتيل الافا. ماشي راني نكذب عليكم، كاين في طوغو والله للسفاره تاع طوغو هي اللي شرات، هي اللي كرات لوتيل، كانوا غادي اللعابه يباتوا برا كومشي السفاره باش ندخلكم ليه بريسانكم، حتى السفاره هي اللي كرات. ويجي النهار وتسمعوها شكون وتعرفوا شكون، ويبالكم كلش، يبالكم كلش شكاين ان شاء الله بربي. بشوية انا ما تقلقش بعد تسمعوها وتعرفوا بلي كامل مهوي كذب عليكم. يقال لهم قال لهم كنا كاريين في لوتير جات الطوق وطاحت علينا، هذه كاع مكاش، هذه وين تصرات تحكوا لنا من 60 دول ضربوك وين تصرات، صارت مع ساتشي الطوق وطاحت علينا خرجتنا، حنا مخلصين
مخلصين بسيماتين تجي طوق وتخرجك لوتيل شيراتون يعاود يرد لك ما كاشي. اي غدوه ان شاء الله يجي عن طريق حياه يقول لهم بنروح نكري، اي نكريكم نوجدكم في لافريك. بعد يعيط يقول لهم يا درام وش يدير هذا يتقي يخدم معاهم. احنا ماذا بينا عن طريق حياه، بصح ماذا بينا مع رجال ماشي مع زوجي. اما لا راهم يضربوا دايرين الكل في الكل، هذا الذباب مع زوجي، تخطيط زوجي، تخطيط بعض الصحاب اللي راهم دايرين كلش باش يحس يمسحوا الخدمي في حاكم الداني، يطردوه ويقول لك قعد جاما بالماضي نجيبوه عن طريق حياه في طوع الشعب يسكت. ما نسكتوش على زوجي، تجيبوا مارادونا مع جاما بالماضي بصح ما نسكتوش على زوجي. تحيه الجزائر.